عودة السوق الصينية لملعب الرحلات السياحية البحرية قد يحدث في أواخر 2023 أو أول العام المقبل، مع إعلان البلاد إعادة فتح حدودها واستئناف حركة السياحة الخارجية ثلاثة أعوام أغلقت فيها الصين حدودها في عقاب تفشي كورونا وكلفت الشركات البحرية خسائر هائلة. قبل الوباء كانت السوق الصينية تمثل ثاني أكبر سوق سياحي لرحلات كروز أو سفن سياحية ضخمة بعد الولايات المتحدة، وأكبر 10 أضعاف من مثيليها في اليابان. وبالمناسبة الصين انتهت تقريبا من بناء أول سفينة سياحية ضخمة محلية الصنع، والتي قد تدخل مراحل التجارب في يوليو المقبل. هذا هو على كل حال محور نقاشنا اليوم مع ضيفتنا سمر الماشطة في الجانب الاقتصادي، ولكن نذهب إليك يا علاء لنتعرف على أرباح سوق الرحلات البحرية العالمي في فقرة بالأرقام. في 2019 ربحت صناعة الرحلات البحرية العالمية نحو 30 مليون مسافر، وساهمت بأكثر من 154 مليار دولار في الاقتصاد العالمي. وإليكم مزيدا من الأرقام. 214 دولارا هو متوسط تكلفة الرحلة البحرية لكل مسافر في اليوم الواحد. 17 سفينة فاخرة جديدة تم إطلاقها في عام 2022، وهو أقل من 2021 الذي شهد إطلاق 24 سفينة. أما العدد الإجمالي فيبلغ 322 سفينة. مليار دولار هي تكلفة أكبر سفينة في العالم التي تسمى أيقونة البحار، التي من المفترض أن يكتمل بناؤها في أواخر العام الجاري لتكون الأغلى في التاريخ، وتضم حديقة مائية وقاعة حفلات مع نوافير وأربعين مطعماً. وأخيرا 35 مليار دولار هو حجم إيرادات الرحلات البحرية المتوقع بحلول عام 2026. في الاستوديو تنضم إلينا سمر الماشطة، صحفية في قسم الاقتصاد. أهلا بك سمر. صباح الخير. صباح الخير. طيب، المرة الماضية تحدثنا عن المنافسة الصينية في الأجواء بتصنيع الطائرات، اليوم بدنا نتحدث عن المنافسة في المحيطات، تفاصيل أكثر معك. صحيح سهام، اليوم الدول الأوروبية وخصوصا الشركات الأوروبية اللي هي محتكرة تقريبا 90% من صناعة السفن، اليوم تحذر من وتسميه دخول إدخال القرش الصيني إلى المحيطات والبحار الأوروبية، وكلهم خايفين من مسألة سيطرة الصين على هذا القطاع، خصوصا بعد اللي صار خلال العشر سنوات الماضية، حيث سيطرت الصين على صناعة القوارب الأصغر. صح. قوارب الـLNG وقوارب الشحن. فهم ثلاث شركات فرنسية، واحدة فرنسية وواحدة إيطالية وواحدة ألمانية مسيطرة على هذه الصناعة. اللي صار إنه طبعاً خلال الصين تعاونت مع شركة إيطالية تعلمت منها كيف صناعة، اللي هي واحدة من الأكبر الشركات اسمها فينكانتيري، تعاونت معها الصين، دفعت لها 250 مليون يورو وتعاونت مع شركة كارنفال تبع الكروز، تعلمت منهم كيف يقومون ببناء هذه السفن الكبيرة. أوكي. وبلشت ببناء مثل ما قلت بالمقدمة، ستسلم أول قارب كبير سعة 6700 راكب إلى كارنيفال كروز، معروفة هذه الشركة بالكروز، ستسلمها بنوفمبر، وتعاقدت معهم على وحدة ثانية، سفينة كبيرة ثانية في 2025، وهذا ما يثير حفيظة الشركات الأوروبية. يعني اليوم واضح يا سمر أنه الصين كل ما تدخل منافس قوي جدا، وهذا نعم يندرج أكيد كمان ضمن الحرب التجارية التنافسية بين الدول الكبرى، والصين صارت تتصدر في صحيح في كل شيء التصنيع قطاع، خصوصا عندهم أيدي عاملة رخيصة يعني وأسعار أفضل، هذه المشكلة تقدر تنافس بالأسعار. طب لما نحكي أنه دخل القرش الصيني على المحيطات لكي يبتلع الكروز المصنعة أوروبيا وحتى أمريكيا، كيف ستكون مميزات السفن السياحية الصينية؟
بالنسبة للمميزات هي هم مثل ما قلنا تعلموا النوهاو من أو المعرفة كيف يصنعوها. مثل يعني البارحة شفت صور أنا يعني عادي كروز عادية مثلها مثل الكروز الإيطالية مثلها مثل الكروز الألمانية مش لا تقل أبدا. هلا ما أعرف شلون تكون بالداخل بس هناك أيضا ترندز مثلا اليوم تتبعها هذه الكروز عندك مثلا اللي هي تكون صديقة للبيئة تستعمل وقود صديق للبيئة كل شيء على متن هذه الكروز مثلا معاد تدويره هاي واحدة من الأشياء. أيضا هناك اليوم بعض الشركات اللي هي مش ناحية التصنيع هناك بعض الشركات اليوم تقوم أيضا بترند جديد هو إطلاق رحلات سنوية تاخذين ثلاث سنين واحدة من الكروز أطلقت ما راح أذكر اسمها تنطلق من إسطنبول في 1 نوفمبر تشترين ثلاث سنين $30,000 بالسنة على الشخص وتقدرين تزورين 135 دولة خلال هذه الثلاث سنين. الآن من يقوم بشراء هذه التكتات؟ أول شيء الجماعة اللي working online اللي يشتغل عن بعد هناك إقبال كبير على مثل هذه الكروز. وذاك المرة تكلمنا عن التقاعد هناك العديد من المتقاعدين ما عندهم شيء عنده فلوس يطلع له على كروز أم ثلاث سنين تدفع $30,000 يعني إذا تحس بيها أجار وأكل وشرب ما هواية ويطلع على هالكروز ويقعد ثلاث سنين يزور 135 دولة. حلو بس يعني هلأ كمان صار شوي بالعالم خصوصا بعد كورونا صار في سينوفوبيا صح انا واحده يوم من الاشخاص اللي يقدروا يلجأوا كمان ويتحمسوا ويروحوا على هيك سفن. اللي صار انه هناك بلشت بالتعافي بأبريل بربيع 2021 بعدنا ما وصلنا إلى مرحلة التعافي. يعني كان فيلم رعب أتذكر لما كانت شو اسمها هاي دايموند برينسس السفينة باليابان إنه تشوفين فيروس يجي وناس يموتون كأنما فيلم رعب واللي علقوا بالبحر فلا زال هذه الصورة عالقة في أذهان الأشخاص. بس بدأت رحلة التعافي ب 2021 من المتوقع إنه شوية نصل إلى من ناحية العوائد يعني مبيعات هذا القطاع أو مبيعات التكتات ممكن في بداية العام في نهاية هذا العام ممكن نقترب من مستويات ما قبل كورونا. وأيضا عدد المسافرين من المتوقع أنه 28 مليون مسافر يسافرون هذا السنة على متن الكروز 20% منهم من الصينيين مثل ما ذكرنا بالمقدمة. أيضا احنا بنشكرك جزيل الشكر سمر المشطة صحفية في قسم الاقتصاد. شكرا شكرا.